السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أترك حضراتكم الآن مع فعاليات هذه الجلسة الحوارية التي يتحاور فيها أغلب القائمين في المجال الصحي في قارتنا الإفريقية لتبادل الأفكار والرؤى. هذه الجلسة تأتي تحت عنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في إفريقيا، لنتحدث فيها بشكل أكثر تفصيلاً عن قضايا الصحة والدواء في القارة وكيفية الوصول إلى تعاون وتكامل يحقق مصالح الدول الإفريقية والمواطنين فيها. وننوه أن هذه الجلسة تنقسم إلى فقرتين، نبدأ الآن الفقرة الأولى منها. أدعو الآن على المنصة الدكتور كونستانتينو شوينغا، نائب رئيس دولة زيمبابوي ووزير الصحة. دكتور هارفي جي أولتر، الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي. الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية. دكتور أنيفة بنجيرانا، وزيرة الدولة للصحة الأوغندية. ويدير هذه الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذن سيادتك يا فندم، في الجلسه الحواريه وفي الجزء الاول من هذه الجلسه، هي جلسه معنيه بالتعامل مع الانظمه الصحيه في افريقيا وكيفيه استدامه هذه المنظومه، وايضا كيفيه ان يكون هناك مرونه. معنا في هذه الجلسه دكتور كونستانتينو شوينغا، وهو نائب رئيس جمهوريه زيمبابوي وايضا وزير الصحه، وبروفيسور هارفي ألتر، الحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب في عام 2020، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، أدفايزر مستشار السيد الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة أنيفة بنجونا، مينستر أوف هيلث، وزيرة الصحة في جمهورية أوغندا. هذه هي الجزء الأول من الحلقة النقاشية. ونبدأ. Dear honorable guests and ministers, it's indeed a great pleasure for me to have you here today, and we are talking about this panel discussion. لدينا هذه المناقشة حول المرونة الصحية والاستقرار الصحي من خلال يعني تحديث أنظمة الرعاية الصحية في أفريقيا والجهود في هذا السبيل. اسمحوا لي أن أبدأ بطرح السؤال الأول. السؤال الأول إلى الأستاذ الدكتور كونستانتينو شوينغا، هو مساعد أو نائب رئيس جمهورية زيمبابوي. في وجهة نظرك سير، ما هي الأولويات قطاع الصحة الرعاية في قارة أفريقيا الآن، وكيف لنا أن ينبغي أن نرتب الأولويات بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار السياسي الذي يشهدها العالم وأيضا قارة أفريقيا، والتي تنعكس بظلالها على النظم الصحية؟ Okay. I will say it again in English. وفي رأيك ماذا الذي تحتاج إليه الأنظمة الصحية في القارة من المنظمات الدولية ومن كبرى الشركات العالمية المصنعة؟ In your opinion,
What are the priorities for the African healthcare? ما هي الأولويات في القطاع الصحي في الوقت الحالي؟ وكيف تضع الأولويات أخذاً بالاعتبار موضوع الاستقرار السياسي حسب ما يحدث في العالم اليوم، وما الذي تطلبه من المنظمات الدولية والهيئات الصحية الدولية في هذا الصدد؟ أصحاب صاحب الفخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الفخامة، أصحاب السعادة والمعالي، السيدات والسادة، نحن في أفريقيا تعلمنا درسا هاما جدا. الأهم هو فيما نحتاجه، نحتاج إلى المساندة المساندة من أجل بناء قطاعنا الصحي في قارتنا الأفريقية. وحينما أقول إننا تعلمنا درسا هاما كبيرا، فكان هذا من خلال تلك الجائحة، الجائحة التي واجهناها جميعا مباشرة بعد أن انتهينا من جائحة الإيدز، نقص المناعة، وحدثت جائحة كورونا. ولكن حينما أتحدث عن المساندة والتعزيز الذي نحتاجه من أجل الدول النامية، وقد وجدنا أنفسنا في هذه المجموعة لأن معظم سكاننا، معظم شعوبنا الذين تدربوا من خلال باستعمال هذه الموارد المحدودة التي لدينا، قد تم استخدامها. كانت هناك خدمات كثيرة غير متوفرة لدينا فيما يخص الإقامة، فيما يخص الخدمات، فيما يخص النقل، وفيما يخص كل أشكال الخدمات التي نحتاج توفيرها. ولكن بالنسبة للدول التي نامت أو المتقدمة، فهذه الإمكانيات كلها كانت متوفرة لديهم. وها نحن وقفنا أمام جائحة كورونا كوفيد 19، وتأثرنا في النقاط الحيوية التي يعني من الصعوبة أن نوفرها في هذه المرحلة، مرحلة الأزمة. وذهبت الأموال وذهبت الخدمات إلى الدول المتقدمة، وكل هذه الخدمات كانت من نصيبهم. وهكذا فإن المساندة التي نحتاجها هي أن ندرب الخبراء الذين لدينا، الذين فقدناهم ونزفناهم وذهبوا إلى الخارج إلى الدول المتقدمة. نحتاج أيضا إلى التعامل مع الأوضاع التي تؤثر على شعوبنا من جهة
المياه ومن جهة الأمور الصحية. نحتاج أن نتعلم ولا سيما من خلال وجودنا في مصر هنا الآن كيف كانت خبرة مصر، كيف تمكنت من التعامل باستخدام القليل جدا من المياه، كيف تمكنت من التعامل مع هذه الأمراض التي تأتي مع المياه، وكيف تمكنت مصر من معالجة هذه الإشكاليات في هذا البلد. أتمنى أن نتعلم الكثير في هذا المجال هنا، فهو مجال نحتاج غالبيتنا هنا نحتاج أن نتعلمه من خلال خبرة مصر، كيف أن بكمية مياه قليلة جدا هذا مجرى النيل الذي يمر في مصر رغم أنه ضئيل جدا فقد تمكنت مصر من التعامل مع هذا الوضع. ونود أيضا أن نتعامل من أجل أن نتعامل مع هذا الوضع ينبغي أن يكون لدينا الاكتفاء الذاتي في كل شيء نقوم به، ولا سيما في مجال الدوائي. فإذا تمكنا كما شاهدنا في الفيلم الذي شاهدناه إذا تمكنا من صناعة أدويتنا وصناعة اللقاحات في أفريقيا، حينئذ سنقول أننا تمكنا من تحقيق إنجاز كبير. يمكننا أن نرى أعمار الناس، إنها شيء محزن. نحتاج أن نحسن العمر المتوقع للإنسان الأفريقي. ونحن في زيمبابوي نود أن تكون لنا شراكات تجارية مع مصر في مجال المجالات الدوائية من أجل مواجهة التحديات التي نواجهها في أفريقيا وكأفريقيا. إذن حينئذ سنتمكن من التعامل مع الوضع الإقليمي لدينا وعلى مستوى اللجنة الأفريقية، ولكن يمكننا أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وأن نساعد زملائنا الآخرين. عبر المحيطات وأن نعود إلى مساعدة هؤلاء الناس الذي يقدمون لنا المساندة واعتدنا على ذلك، فنحن نرد هذا الآن ويمكننا أن نساندهم في أي وضع ونكون قادرين على تطوير أي لقاح وإمداد أي لقاح أو دواء لأي مرض قد يظهر في أي وقت. وشكرا سيدي. والآن الحقيقة يعني سعداء جدا بوجود بروفيسور هارفي ألتر،
هو طبيب أمريكي وعالم في الفيروسات وطبيب حائز على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء والطب لعام 2020. اشتهر الدكتور هارفي بعمله الذي أدى خلال سنوات طويلة يمكن تطول أكثر من 40 سنة إلى اكتشاف فيروس المسبب للالتهاب الكبدي الوبائي سي، وهو رئيس أقسام الأمراض المعدية والمدير المساعد للأبحاث في مراكز كثيرة منها الـ NIH في ولاية ماريلاند. دكتور هارفي جيمس ألتر ولد في عام 1935، تعلم في جامعة روتشستر في نيويورك، حصل على درجة الطب من نفس الجامعة، وعمل في سياتل في University of Washington ثم Georgetown University في واشنطن دي سي، واشتغل Chief of Infectious Diseases في الـ NIH. ومن سنة 64 هذا العالم الجليل الذي ارتأى أن ينفع البشرية بعلمه ويصل إلى اكتشاف، كان هذا الفيروس موجود من 2000 سنة ولكن كان يؤتي بحياة كثير من الناس وملايين من البشر على مستوى العالم ويصيب أكباد المواطنين في كل العالم. وكنا في مصر نعاني من هذه المشكلة كما تفضل السيد الرئيس، في يمكن كل منزل كان يعاني من هذا المرض. ولكن على مدار سنوات طويلة من العمل والاكتشافات التي بدأت سنة 64 وتخللها مساعدة في اكتشاف فيروس بي الأستراليان أنتيجين، وفي سنة 1970 عندما شاهد حالات لا يعرف سبب تضخم الكبد وارتفاع الأنزيمات واصفرار الجلد وهي لا تنتمي إلى فيروس A أو فيروس B، من خلال نقل الدم لبعض المرضى الذين يحتاجون إلى نقل الدم، كانت البداية للتساؤل والعمل خلال معامل الأبحاث التي استمرت من سنة 1970 حتى توصل إلى اكتشاف سنة 88 و89 المسمى الجديد للهيباتيتس وهو هيباتيتس سي. نستفيد من هذا العالم من خبرته ومن علمه ومن بحثه كنموذج للعلماء الذين يفيدون البشرية وينقذوا حياة ملايين من البشر. أرجو حضراتكم أن تحيي معي هذا العالم الجليل بروفيسور هارفي ألتر. سؤالي لبروفيسور هارفي جزء منه إزاي اختصر حياته في 50 سنة بحث في 3 دقائق يقدر يقول لنا على خبرته الحياتية في كيفية الوصول لهذا الاكتشاف الذي غير من وجه البشرية بشكل كبير. والسؤال الثاني هو حصل على جائزة نوبل في اكتشاف فيروس سي، وعانت مصر من هذا العبء الكبير، ولكن من خلال البرنامج المكثف للقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي في مصر بإجراء مسح شامل لستين مليون مواطن وعلاج أكثر من 2.2 مليون مواطن، ولازلنا وعلاج أيضا بعلاج موجه وعلاج دوائي إلى أمراض الكبد وأورام الكبد، كيف ترى هذه التجربة وكيف ترى التعظيم من هذه التجربة لصالح الدول الأفريقية الشقيقة؟ Professor Harvey Alter, the floor is yours. Thank you so much. شكرا جزيلا. First, I want to say how honored I am. أولا أود أن أعبر عن امتناني وبالشرف الذي يعني أشعر به والسعادة بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة. فيما يخص بجائزة نوبل لقد حدث بشكل سريع. نلخص 50 سنة من العمل في 3 دقائق. في البداية لم تكن هناك رؤية لكيف سننتهي من الموضوع. كنت أعمل في المعهد الوطني للصحة كشاب وفي
أوائل خبرتي فيه كان لدي الشرف أن أعمل مع دكتور بروك بومبر، وعملنا على الأنتيجنز وعملنا على التهاب الكبد الوبائي به. وبعد أن انتهيت من فترة التدريب و بدأت أمارس، ففي عدت في السبعينات للعمل في المجال البحث، وما هي عمليات الدمج التي تحدث في التهاب الكبد الوبائي. ووجدنا أن في معظم في جزء كبير من 30% من الذين يعملون جراحات القلب يأتون بعد ذلك بالتهاب الكبد الوبائي الصامت، وبدأنا نتابعهم على يعني مستوى الوقت، وحتى لو لم يكن لديهم أمراض هامة في البداية كنا نتابعهم. الفكرة كانت أن نحول الأشخاص من أشخاص مانحين من خلال الأموال لمانحين بدون ليس من أجل الأموال. ودرسنا بعض المرضى بشكل مكثف، ووجدنا أن هناك فيروس مختلف عن فيروس الجيم والبه المعروف، وكان هناك نوع آخر من الأنتيجين يؤثر ويسبب معظم الأمراض التي نراها في هذا المجال. وعلمنا أنه سيكون فيروس صغير ولديه مواد دهنية في محيطه، ولكن كنا نتوقع أن يكون فيروس RNA صغير. ومن خلال العمل مع دكتور هارن ومؤسسته قمنا باختبار على التهاب الكبد الوبائي جيم، وجدنا أن هناك يعني تساوي في النتائج التي أجريناها على التهاب الكبد الوبائي به وجيم. وهذا أتى بنا إلى بداية إيجاد حل للمشكلة، اكتشاف الفيروس وإلغاء التهاب الكبد الوبائي الذي يأتي بعد نقل الدم، ولم نكن نتصور أن النتائج ستكون محمودة بهذا الشكل، وفي أسبوعين ثلاثة يمكننا أن ندمر الفيروس. كان هذا من الخيال ولكنه تحقق، وبدأ عمل المؤسسات الدوائية قامت بإنجازات كبيرة. وبالفعل اليوم إذا وجدنا مريضا لديه التهاب كبد وبائي جين يمكننا أن نمنحه الشفاء، وهذا غير ممكن في كل الأمراض. وهذا يأتي بنا إلى سؤالكم، حينما يكون لدينا اختبار ممتاز فنحن لا نحتاج إلى الكثير من الأدوية، نحتاج أن نجد الأشخاص الذين نعلم أن لديهم هذا النوع من الفيروس وأن نمنحهم الدواء.
وفي مصر تم عمل الاختبار على أكثر من 40 مليون شخص لهؤلاء الذين هذا كان مجهود كبير جدا وتم تحضير الأدوية هنا في مصر فهذا الطيف الشامل الذي يبدأ من الأعلى من الرئيس ثم من وزير الصحة ثم وزارة الصحة وكل المنظومة الصحية والمصانع الأدوية الجميع يعمل معا وهذه هي الخبرة المصرية هذا ما فعلته مصر فالآن لديكم الدليل فيما كيف يتم هذا الأمر والهدف الآن هو أن نعيد هذه التجربة في كل بلد من البلدان نحن في أمريكا بكل الأموال التي لدينا لم نقم بحملة مثل هذه إذن مصر يجب أن تفتخر حقا بما حققته بهذا الإنجاز الكبير والآن هناك دول أخرى يمكن منحها الإمكانية عمل الاختبار وإمكانية عمل الأمصال ونبدأ العملية بلد بعد بلد نعم من الممكن أن نفعل هذا أرى أن الأمل قد تجدد من خلال هذه الخبرة والأمر يعود إليكم حينما تعودون لكي تجعلوا هذا الأمر يتحقق نعم من الممكن فعله وشكرا شكرا جزيلا على فرصة الحضور في وسطكم شكرا أود أن أسألك سؤال آخر أيضاً. شرح الموضوع ببساطة شديدة جداً ولكن هو معقد جداً هو مر في حياته بكثير من الإحباطات اللي خلته قبل كده كتب شعر عن الفرستريشن. You once wrote down a poem. أنت بالفعل كتبت يعني شعراً عن. And you have to take the stairs. الأمل. Can you talk to us about this too? In your life. وكان بيقول إن ما فيش حد بيطلع النجاح بمصعد كهربائي ولكن النجاح لابد أن يتم من خلال صعود سلالم طويلة 50 سنة من العمل في البحث مش كل المرات كان بيطلع بنفس النتائج ممكن يقعد يشتغل 3 سنين أو 4 سنين ثم يفوجئ إن كل اللي بنى عليه أفكاره طلع غلط يبتدي التجربة من أول وجديد عشان كده وصل لما هو وصل إليه فأنا بسأله بس يقول لنا خبرته في موضوع الكتابة الشعر اللي هو كتبه على الإحباط اللي مر عليه أثناء حياته The floor is yours sir. Well, I'm going to talk this afternoon and show slides of what I've سوف أتحدث بعد الظهر وسأشارك معكم بعض الصور حول القصة بجملتها منذ البداية ولكن بالفعل على مر الطريق والمراحل كتبت عدة أشعار في هذا الموضوع ومع كل الاكتشافات التي كانت تحدث مرحليا ولدي قصيدتان لن أرى أبدا هذا الفيروس ليس ألف وليس ب فالذي سأسميه في النهاية التهاب كبد وبائي جيم بالفعل الشعر أو القصائد تساعد الناس على الضحك أحيانا والوصول إلى الهدف أو التعبير عن الهدف الذي نريده هذا هو والآن نتحدث إلى الدولة الصحة بأوغندا وسؤالي لمعالي الوزيرة وهي سياسية أوغندية عملت كممثلة للمرأة في كثير من الأوقات من خلال عضويتها بالبرلمان الأوغندي وأيضا عملت في كمندوبة في الجمعية التأسيسية وشغلت مناصب عديدة في التنفيذية في المجلس الوطني للمرأة
سؤالي لمعالي الوزيرة، وهو خلال فترة التعافي من جائحة كورونا، يقف قادة الصحة في العالم بين مطرقة التهديدات الصحية وسندان الاحتياجات الصحية، والتي تتطلب تخطيطاً واستعداداً مستقبلياً أكثر توازناً. من منطق منصب سيادتك كوزيرة الصحة من الناحية السياسية، ما الذي نحتاجه لضمان استدامة الخدمات الطبية والنظم الرعاية الصحية، وما هو المطلوب لإقناع القادة السياسيين في الدول الإفريقية بوضع الصحة على رأس الأولويات الوطنية للبلدان والحكومات حتى في ظل أسوأ الظروف؟ Floor is yours, sir. أمام. الكلمة معك. شكرا جزيلا الأصحاب الفخامة، فخامة السيد الرئيس، رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الفخامة، أصحاب السعادة والمعالي، السيدات والسادة. أنا وزير الدولة للصحة في جمهورية أوغندا، ولدي خبرة طويلة كسياسية في أوغندا، وكعضوة بالبرلمان، وكعضوة مدة 5 أعوام في البرلمان الأفريقي، وفي مجال الصحة. فأنا أحد المهتمين بحماس في بلدنا. أنا سعيدة أن أكون هنا معكم في هذا المحفل التاريخي، والسؤال هو ما الذي أفعله لكي أرى استدامة الخدمات في مرحلة ما بعد كورونا. بالفعل كوفيد 19 له تأثير كبير على جميع أنظمة الدول في العالم أجمع، ولا سيما في الدول النامية. بالفعل أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعلى وضع العمل، وأبرزت اللا مساواة واللا عدالة بين الناس. إنها تحديات جمعتنا أيضا كشعوب، والسبب الذي نحن فيه هنا، فنحن هنا من أجل نضمن استدامة الخدمات الصحية. أيها السادة، نحتاج أن نستعيد القوة من أجل بناء المرونة في أنظمة الرعاية الصحية، وفي نفس الوقت علينا ألا ننسى اقتصاديات بلادنا، فقد تأثرت وقد تباطأت، والآن نحتاج إلى إنماء القدرة التنبؤية لدينا. ينبغي أن نتحدث معا. لا يوجد دولة يمكنها أن تتحدث بمفردها. نحتاج أن نتحدث معا من أجل استدامة النظم التي لدينا والهياكل التي تجعلها مستدامة. نحتاج أن نوازن جهود مواردنا في الدول الأعضاء. نريد الأمان لشعوبنا ولما لدينا لممتلكاتنا، ولكنك لا يمكنك أن تعيش بأمان بدون الاهتمام بالموارد. مرة أخرى في هذه مرحلة الجائحة، نحتاج أن نعمل أكثر على توافر الخدمات الصحية والنظم الصحية، ونتحدث معا. نريد أن نتمكن من تعزيز المناعة
لدى الجميع، ولكن نحتاج أيضا أن ندفع حكوماتنا وعلى حكوماتنا أن تسرع عملية الإنماء الاقتصادي بعد الجائحة، وأن نضمن أن الاستدامة في النظم الصحية. جميعا يجب أن نعمل هذا، جميعا نعيش هذا التحدي معا. علينا أن نستثمر في الأنظمة الاقتصادية التي من شأنها إحراز تقدم والاستعدادية التي لدينا، وينبغي أن نوفر قدرة الحصول على اللقاحات، ونحتاج أيضا تعزيز القدرة على مشاركة البيانات وتعزيز قواعد البيانات التي لدينا، ونريد أنظمة صحية تخدم شعوبنا، وينبغي أن أخيرا تعزيز سهولة الوصول إلى اللقاحات. وحين حدثت هذه الجائحة لم نكن مستعدين، لم تكن لدينا خطط لتوزيع الأمصال وإنتاجها، فهذا تحدي بالنسبة لنا أن نحسن طريقة الاستعداد لصناعة الأمصال، وكذلك رفع وتعزيز تغذية شعوبنا، وأن نكون مستعدين كبلاد بدل أن ننتظر على قوائم الذين ينتظرون الحصول على الأمصال. إذن علينا أن نستثمر الكثير من أجل صناعة الأمصال. وأخيرا أود أن أطلب بتواضع أننا نحتاج أنظمة مستدامة، نحتاج أنظمة صحية مستدامة كأفريقيا. كأفريقيا يجب أن نتحدث معا، ومعا علينا أن نستثمر في القطاع الصحي. وشكرا. الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد الرئيس لشؤون الصحة والوقاية. طبعا يعني الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين عالم جليل في الأمراض الصدرية، وأستاذ الأساتذة في كلية الطب بجامعة عين شمس، وتولى عديد من المناصب سواء رئيسا لجامعة عين شمس أو وزيرا للصحة والسكان، والآن هو مستشار للسيد الرئيس لشؤون الصحة والوقاية. أدعو السيد الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين لمشاركتنا في هذا الحوار الفعال، بما هي المشاكل الصحية التي استوطنت في قارة أفريقيا على مدار الزمان، وأيضا كيفية التعامل معها، وكيف لمصر أن تساعد أشقائها في الدول الإفريقية في المجال الصحي. فليتفضل. شكرا معالي الوزير. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كان يمر هذا الحفل الكريم دون أن أقدم لسيادتك خالص الشكر والعرفان، وهذا ليس حباسا لهذا الحفل، إنما ما شهدته مصر خلال الفترة اللي فاتت في الرعاية الصحية وما تم لم يحدث في تاريخ مصر. ونحن عشنا فترات طويلة جدا نشهد القطاع الصحي ومشاكله التي كانت لا تنتهي وأيضا سوف تستمر، لأن احنا طبعا السكان بيزيد بطريقة مضطردة وهذا متوقع. إنما سيادتك اللي حصل في مصر، وهذا ليس رأي شخصي أو رأي مصري، إنما هذا بشهادة العالم كله. ما حدث في مصر أثناء أزمة كورونا، ثم ما تبعها من أزمة روسيا أوكرانيا، ثم المشاكل المتوقعة القادمة، يدل على فكر صائب
وثاقب وعلى إرادة فولاذية، إرادة سياسية لم تحدث في دعم القطاع الصحي في مصر. القطاع الصحي فندم مش قضية مستشفيات ودواء فقط، القمح وزراعته وصوامع القمح والبنية التحتية للطرق والمحاور الكهرباء، كل دي بتأثر مباشرة على القطاع الصحي. أنا 3 أيام اللي فاتت بدرس الموازنة القادمة لقطاع الصحة في مصر، وعشان أتأكد من الأرقام، وهذه لم تحدث في تاريخ مصر. سيادتك، لحضرتك كل الشكر والتقدير يا فندم. اللي حصل في أزمة كورونا والإنجاز الكبير جدا واللي قامت به كل الدولة المصرية، جيش مصر القوي وقدراته بما فيها دعم القطاع الصحي، الشرطة، الحكومة، دولة رئيس مجلس الوزراء الذي لم يغفل له عين خلال السنتين اللي فاتت في سبيل دعم هذا القطاع، الحقيقة يا فندم هذا إنجاز كبير جدا وسوف يستمر. إذا عدت لسؤال معالي وزير الصحة، إفريقيا تعاني يا فندم، تعاني بشدة. إفريقيا موطن أمراض ممكن نمنحها بريفنتابل، ممكن نعالجها تريتابل، ومنها أمراض كيورابل ممكن تتعالج وتخف تماما. وأنا هدي مثالين عشان الوقت. السل اللي هو الضرر مازال يقتل على الأقل 500,000 إنسان أفريقي كل سنة. هذا المرض ممكن علاجه، تشخيصه وعلاجه ويشفى تماما. الملاريا، 95% من مرضى الملاريا في العالم موجودين في إفريقيا، 96% من وفيات الملاريا في العالم موجودة في إفريقيا. هذا المرض ممكن الوقاية منه وممكن علاجه وممكن شفاؤه. وفي إحدى جلسات منظمة الصحة العالمية في جنيف، وكان أحد يعني محاضرة لواحد مشهور في العالم بعطائه لمنظمة الصحة العالمية، وكان بيتكلم على مرض الإيدز، نقص المناعة المكتسبة، أيضا مستوطن في إفريقيا، وكان بيتكلم إدى أدي للإيدز والكلام ده كله. فأنا قلت له طب والملاريا، طب والسل اللي هم ما زالوا يقتلوا الأفارقة ولحد النهاردة يعني على وشك يمكن يطلع تطعيم للملاريا اللي هي ملهاش تطعيم لحد دلوقتي. متوسط عمر الأطفال في أفريقيا اللي بيموتوا في السنة الأولى من العمر والخمس سنوات الأولى من العمر أعلى مستوى في العالم. مستوى وفيات السيدات بسبب الحمل والولادة أعلى مستوى في العالم. الأمراض المعدية، حتى آخر مرض اللي هو جدر القرود أو القردة أو الحيوانات طلع من أفريقيا، وبعدين بيتكلموا إنه ما طلع من أفريقيا انتشر عالميا. سيادتك يا فندم، احنا حاولنا كثيرا ان احنا نعمل في مواقعنا التنفيذيه سواء في الجامعات او وزاره الصحه او ما بعد ذلك. عملنا شركات ادويه عشان افريقيا، عملنا افر وافريكا. احنا سيادتك يمكن ناس كتير ما تعرفش، في سفينه في بحيره ناصر اسمها انس الوجود، بتحمل وقايه من الملاريا إلى شمال السودان، حماية لشمال السودان وحماية لجنوب مصر. وبطمن سيادتك يا فندم، احنا ما عندناش ملاريا في مصر الحمد لله. مع الضرر مستوى مصر الحمد لله عظيم جدا، 11 حالة جديدة لكل 100,000 مواطن، وبتتحسن كل سنة. 7 سنوات اللي فاتت ما زالت بتتحسن وهنبقى احسن من كده. متوسط عمر الإنسان المصري في أفريقيا، في بلاد بتوصل 80 و85 سنة، في أفريقيا في ناس 53، صحيح المتوسط حاجة و60، لكن متوسط في أفريقيا في بلاد 53. في بلاد عدد وفيات الأطفال في السنة الأولى من العمر 183 طفل لكل 1000 طفل مولود حي. والإسهال والتيفويد وكل دي أمراض منتشرة في أفريقيا. سيادتك وجهت بحاجات يا فندم استراتيجية شعرنا كثيرا بقيمتها دلوقتي. مادة الدواء
أنتجت، وسيادتك بإذن الله النهاردة هتشوف إنتاجها اللي نزل السوق. مدينة الدواء سيادتك طلبت إن إحنا نوطن صناعة الأدوية الحديثة، وبدأنا وفعلا حصل يا فندم. بتنتج النهاردة محاليل مع شركة ياباني، ووقعنا عقد مع شركة سويسري عشان أنتاج أدوية الأورام الحديثة. ففي قدرات مصرية، وفي أيضا قدرات أفريقية، في كوادر بشرية. لما سيادتك أعلن عن هذا المؤتمر، ما فيش أستاذ مصري ولا طبيب مصري إلا ما طلب يشارك. عندنا عدة عشرات من الدكاترة عشان يدوا محاضرات. في كوادر وفي مؤشرات صحية في مصر الحمد لله في كل الاتجاهات جيدة للغاية، لكن متوسط عمر الإنسان الحمد لله في أفريقيا ما زال قليل، في مصر بيتحسن، لكن في بلاد حاجة و80 سنة. إحنا السنة دي 72.38%. طبعاً الرجال أقل شوية من السيدات، ربنا يديهم الصحة وياخدوا الرعاية الكاملة ويخليهم، إنما في تحسن سنوياً في هذا. أنا أرى أن أفريقيا تعاني وسوف تعاني. وأنا كنت كلنا شفنا رئيس الاتحاد الأفريقي وبيتكلم عن أن قد يحدث مجاعة في أفريقيا، مجاعة على المجاعة ومرض على المرض. أفريقيا في حالة لتحرك، تحرك إحنا بتحركنا، لكن كل في قدراته وبنقول لهم عندنا إمكانيات، ويشوفوا النهاردة إمكانيات مصر العظيمة. لكن يا فندم أنا رأيي أن أفريقيا محتاجة قرار سياسي قوي، وأعتقد أن سيادتك أنا متأكد تستطيع أن تقود هذه القرارات نحو إنقاذ أفريقيا التي في حاجة فعلا إلى الإنقاذ. شكرا سيادة الرئيس. أنا عايز أقول لسيادتك إحنا بيربطنا بأفريقيا حبل سري قوي، نهر النيل العظيم الذي لا ينقطع ولا يقطع. نهر النيل العظيم يربطنا بأفريقيا، قارتنا العظيمة. شكرا. والآن فندم وقد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من الحلقة النقاشية بعنوان نحو استدامة ومرونة الأنظمة الصحية. أستأذن سيادتك فندم في استراحة قصيرة، ثم نعود للجزء الثاني من الحلقة النقاشية حول دور المنظمات الدولية والشركات الوطنية والشركات العالمية في الأدوية في المساهمة في هذا المجال. شكرا فندم.